عباس، من هذا الذي أحضرته إلى بيتنا؟ رجل من دمشق قبض عليه في تظاهرات ثارت هناك، وأتوا به ومن معه إلى هنا في بغداد، وأمرني الخليفة المأمون أن أتحفظ عليه حتى آتيه به غدا في قصره. يا عباس، أنت حقا رئيس الشرطة، ولكن هل يعني ذلك أن تفتح سجنا في بيتك؟ لا يا زوجتي العزيزة، ولكني خفت أن يهرب الرجل من قبضة حراسه فيسألني عنه الخليفة، وقد شدد علي في أمر حراسته. يبدو أن هذا السجين قد أثار غضب الخليفة. أدعو الله أن يمر الأمر على خير، فلم أرى الخليفة المأمون غاضبا كما رأيته اليوم. لم تأكل؟ ليس بي حاجة لطعام. من أين أنت في دمشق؟ وهل تعرف أحدا هناك؟ نعم، أعرف نور الدين بن محمود الدمشقي. ها؟ وكيف عرفته؟ إن لي معه قصة طويلة، هل تعرف أخباره؟ لن أخبرك عنه شيئا حتى تحكي لي قصتك معه. كنت في دمشق وحدثت فتنة مثل التي حدثت معك، وثار الناس على الوالي، فهربت معه من القصر وافترقنا في الطريق، وظل الناس يعدون خلفي ليقتلوني، وبينما أنا هارب وجدت نفسي أمام بيت صغير على الطريق، فطرقت الباب مستغيثا، ففتح لي صاحب البيت وحكيت له قصتي، فخبأني في حجرة في بيته وضع فيها زوجته. يا هذا، سلمنا الرجل الذي عندك. أي رجل؟ العباس البغدادي، هرب منا وظللنا في أثره ثم اختفى، ولا يوجد سوى بيتك هذا على الطريق. لابد أنه استغاث بك فخبأته في دارك. لا أعرف شيئا عما تقولون. سلمه لنا حتى لا نأخذك معه. لا أحد عندي، والمنزل أمامكم، فتشوه إن شئتم. رأيت بعين الرجال وهم يفتشون كل شبر في دار نور الدين، حتى اقتربوا من الحجرة التي خبأني فيها، فقلت في نفسي إني هالك لا محالة. هيا نفتش هذه الحجرة. على رسلكم، إن زوجتي بها. ماذا هناك يا نور الدين؟ اطمئني يا زوجتي، لدينا ضيوف، فلا تغادري حجرتك. هيا يا رجال، لنلحق بالعباس قبل أن يهرب من المدينة. جاء الثوب على مقاسك. هل هو ثوبك؟ لا، إنه ثوب اشتريته لك خصيصاً، وهذا الجواد ستنضم به إلى القافلة التي ستغادر المدينة ليلاً دون أن يراك أحد. ولكني لا أعرف الطريق. غلامي سوف يرشدك إليه، وهذه 5000 درهم، لن تحتاج أكثر منها حتى تصل إلى بغداد. إنه مبلغ كبير. لا عليك، ستخوض رحلة طويلة تحتاج فيها إلى المال. وهذا طعام سيكفيك طيلة الطريق إن شاء الله. لا أعرف كيف أشكركما، ولكني يا نور الدين سأنتظر اليوم الذي أكافئك فيه على صنيعك معي، وأرد جميلك الذي أعتبره دينا في رقبتي. وهل التقيته ثانية وكافأته على صنيعه معك؟ لا والله، عدت إلى بغداد وانشغلت مع الخليفة المأمون حتى أوكل إلي منصب صاحب الشرطة، ونسيت أمر نور الدين الدمشقي. أنا نور الدين الدمشقي. ماذا تقول؟ أنا الرجل الذي عشت في بيته في دمشق، ولكن الضر الذي لحق بي قد غير شكلي فلم تعرفني. ماذا حدث؟ قامت فتنة في دمشق كالتي تعرضت أنت لها، وظن الخليفة أنني السبب، فبعث إلي من ضربني وعذبني ثم اقتادني إلى هنا. وما دليلك على أنك أنت نور الدين الدمشقي؟ بعض ما لم تذكره في قصتك، غلامي الأسود الذي انكسر نابه وهو يصحبك في طريقك إلى القافلة. نعم، وأول ليلة لك في بيتي كانت ليلة مقمرة،
وسألتني فقلت لك إنها ليلة الرابع عشر من الشهر. يا الله، أنت حقا نور الدين، والله ما ظننت أنني سأراك في بغداد بعد كل هذه السنين. وما ظننت أنك ستراني على هذه الحال. هون عليك، لقد جاء الوقت لأرد جميلك علي وأوفي بوعدي لك. لقد تبعني غلام من بلدي يختبئ الآن في بيت صديق لي هنا، وكل ما أريده منك أن تحضر لي هذا الغلام كي أقول له وصيتي لأهلي قبل أن يأمر الخليفة بقتلي. حسنا، أعطني عنوانه وسيكون عندك في الصباح إن شاء الله. ها، هل أعجبك الثوب؟ أجمل من الثوب الذي اشتريته لك في دمشق. ماذا تفعل؟ أنت من الآن حر طليق، سأخذك نائبي على ظهر هذا الجواد إلى خارج المدينة، وستهرب عائدا إلى دمشق، وهذه 10,000 درهم ستكفيك طيلة الطريق، وقد أحضرت لك أيضا ما يكفيك من طعام وشراب وملابس في هذه الصناديق. ولكن الخليفة سيعاقبك على تهريبك لي وربما قتلك. لا عليك، أنجو بنفسك أولا ثم دعني وشأني، إنه وعد قديم وعدته لك ولا بد أن أوفيه الآن. لا والله، لن أكون سببا في موتك. قلت لك أنجو بنفسك واهرب سريعا قبل أن يصل رجال الخليفة إلى هنا. اسمع، سأظل مختبئا عند صديقي هنا حتى أطمئن إلى أن الخليفة لن يؤذيك بسببي، فإن عرفت أن الأمر قد مر بسلام هربت إلى دمشق، وإن عرفت أنه أمر بقتلك فسوف أسلم نفسي له وأقتل بدلا منك. ماذا تقول يا عباس؟ والله يا مولاي ما قلت لك سوى الحقيقة. هربت السجين الذي سلمته إليك؟ كان لابد أن أوفي بوعدي له، فقد حكيت لك ما فعله معي في دمشق. إنه مجرم. مثل هذا الرجل لا يمكن أن يقود فتنة ضدك يا مولاي في دمشق، أنا واثق من براءته. هل تعرف جزاء ما فعلته؟ ربما أمرت بقتلي، ولكن وعدي لنور الدين كان دينا علي ويجب أن أوفيه. أين هو الآن؟ قلت لك أين هو الآن؟ هل غادر بغداد؟ والله يا مولاي ما كنت لأكذب عليك، إنه يمكث عند صديق له حتى يتأكد من أن مولاي لن يقتلني. لماذا؟ يخشى أن يأخذني مولاي بذنبه فيكون سببا في موتي. يا نور الدين، الوقت قصير، عليك أن تهرب الآن إلى دمشق. والله يا صديقي لن أبرح بغداد حتى أطمئن على العباس. اطمئن، الخليفة المأمون يعتمد عليه في إدارة الشرطة ولن يقتله أو يسجنه بسببك. يجب أن أتأكد أولا، قال لي إنه سيرسل نائبه ليخبرني ماذا صنع معه الخليفة. ها هو نائب العباس قد حضر. اللهم سترك الجميل. الخليفة في بيتي؟ تفضل بالدخول يا مولاي. أظننت أنك هارب مني؟ لا يا مولاي، بل أراد العباس أن يوفي بوعده معي. ولماذا لم تهرب؟ خشيت أن تأخذه بسببي. والله لرجل في أخلاقك لا يكون مجرما أبدا. هذا ما قلته لك يا مولاي. عفونا عنك يا نور الدين، وستكون أميني في دمشق، تنقل لي من هناك أخبار الراعي والرعية. إنه تكليف بتشريف يا مولاي. أما أنت يا عباس فلك عندي مكافأتان، الأولى لصدقك معي فيما بلغت عن نور الدين، والثانية لأنك أوفيت بوعدك له وكدت تدفع حياتك ثمناً لهذا الوفاء.